أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار في مارس 2021 تم توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، مما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة 49% من 132 مليار درهم في عام 2020 لتصل اليوم إلى 197 مليار درهم، مع زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 60%، حيث حققت الدولة قفزة نوعية في قيمة صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت 187 مليار درهم مقارنة ب 117 مليار درهم في عام 2020، لتسجل زيادة بمقدار 70 مليار درهم خلال 3 سنوات.